أعزائنا مشاهدي فضائيات نورسات، أسعد الله أوقاتكم. نرحب بكم في برنامجنا الصمت يتكلم، ونرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الأخت صوفي حتر. أهلا وسهلا سر صوفي. أهلا سر كلارا. سر صوفي من مدينة عمان الأردن، وتقوم برسالتها التربوية حاليا في مدرسة راهبات الوردية العقبة. في هذه الحلقة سنتناول واحداً من المسارات الرسولية التي تبنتها رهبنة الوردية منذ تأسيسها، ألا وهو الرسالة التربوية والتعليمية في المدارس. سير صوفي، فيك تعطينا نبذة عن مؤسساتنا التربوية في الأردن، عن المدارس، انتشارها، مواقعها، أي سنة أسست؟ عندنا في الأردن 6 مؤسسات تربوية متكاملة، 4 بغطوا المراحل الدراسية كلها من الروضة حتى المرحلة الثانوية. نعم. ومدرستين بغطوا من الروضة لغاية المرحلة الأساسية العليا اللي هي الصف العاشر حسب نظام التربية والتعليم في الأردن. نعم. ترتيبهم حسب التأسيس والتاريخ كالتالي: عندنا مدرسة إربد بالشمال تأسست سنة 1949، وهي حاليا مدرسة مختلطة لغاية التوجيهي، وهي المدرسة الوحيدة إلنا بالشمال بالإضافة للمستشفى. نعم. بنفس العام كمان في عندنا مدرسة المصدار تأسست سنة 1949 أيضا تحت اسم كلية راهبات الوردية، وهي تغطي المراحل لغاية المرحلة الأساسية العليا الصف العاشر، وهي مختلطة لغاية الصف الرابع أو الخامس. نعم. بعدين بس البنات بتكمل لغاية الصف العاشر. نعم. مدرسة جبل عمان سنة 1953 تأسست، برضو بتغطي بس المرحلة الأساسية العليا. أغلقت المدرسة لعدم صلاحية البناء، وأعيد بناءها بشكل جديد متطور حديث حسب المعايير الجديدة سنة 2001. نعم. عندنا كلية رهبات الوردية كمان شمساني تأسست سنة 1969، بتغطي المراحل كلها من الروضة إلى الثانوي، وهي المدرسة الوحيدة صفت بالأردن إلنا فقط للبنات. بنات. وهي المدرسة الأكثر عدداً حالياً بين مدارسنا الستة. نعم. في عنا ننتقل إلى الجنوب، مدرسة العقبة برضو ثانوية بنت سنة 1984 على عدة مراحل. نعم. وأخيراً وليس آخراً عنا مدرسة برج الحمام اللي تأسست سنة 1999، مدرسة متكاملة وتتبع المنهج البريطاني الإنجليزي. نعم. هل في أهداف تجمع مدارسنا؟ كل المدارس بيجتمعوا عليها أهداف خاصة برهبنة الوردية؟ أكيد هاي الأهداف هي ليست فقط كمان لمدارسنا بالأردن، إنما لكل المدارس بالخليج، بالأردن، بلبنان. نعم. مع بعض الاختلافات لخصوصية المناطق. الهدف الأول اللي هو تربية النشأ على تربية النشأ تربية روحية إنسانية شاملة متكاملة. نعم. تربية النشأ على القيم المستوحاة من الكتب المقدسة. تربية النشأ كمان على الانفتاح على الديانات السماوية كلها، الأعراف والتقاليد. نعم. تربية النشأ تربية تحترم عادات وتقاليد الثقافة الشرقية، مفروض نحافظ على هويتنا الشرقية، خاصة بالوقت الحالي عم نشوف في انغماس بكل ما هو يجي من الغرب وإله الأولوية. نعم. وتربية النشأ على الأخلاق الحميدة واحترام هاي الأخلاق، ودعم وتربية النشأ على يعني توجيه النشأ للسعي إلى كل ما هو جديد، المعرفة الجديدة، بس ليست فقط الجديد، لأن ليس كل جديد هو مهم، الجديد الضروري اللي بنفعنا في مجتمعنا في عالم سريع التطور والتغير. نعم. طالما عندنا 6 مؤسسات تربوية في الأردن، هل في سياسة موحدة؟ في إدارة واحدة للمدارس؟ بيجتمعوا في زي موحد، مناهج موحدة، ولا كل مدرسة لها خصوصيتها؟ هلا في خصوصية، بس بنفس الوقت في عندنا شيء موحد. في عندنا أول إشي خلينا نحكي، في عندنا تعاون ضمن المنطقة الواحدة. نعم. وفي عندنا تبادل خبرات يتعدى المنطقة الواحدة، بسبب زي ما قلت سابقا إنه في خصوصية لكل منطقة، في أنظمة وقوانين، وعلى كل مدرسة إنه تحترمها حسب أنظمة البلد. نعم. مثلا في لبنان عندنا مكتب تربوي بيعمل على التنسيق بين مدارسنا كلها. عندنا بالأردن للأسف لسه ما في المكتب التربوي، لم يؤسس بشكل رسمي.
بس التعاون على يعني موجود. اولا عندنا المنتدب الاقليمية تعتبر هي المسؤولة الاولى عن المدارس في الاردن، عن مدارسنا في الاردن. ثاني شيء في الاجتماعات اللي هي بتدعو إلها أو إحدى المديرات أو المديرات يدعو إلها بشكل دوري، سواء مع المديرات أو سواء مع رئيسات الأقسام، لأنه كمان إلهم دور فاعل في إدارة المدارس. بيجتمعوا، بيتبادلوا الخبرات، بينسقوا للأنشطة والفعاليات. فبشكل عام في إشياء موحدة، في إشياء غير موحدة نظراً لخصوصية بعض المدارس من ناحية المنهج، بس السياسات والأنظمة تقريباً هي واحدة موحدة. بنقدر نحكي كمان عن الزي المدرسي شبه موحد مع بعض الاختلافات. حالياً تسعى الرهبنة إنه توجه المدارس حتى تشتغل على معايير الجودة العالمية للمؤسسات التربوية، لأنه في توجه بكل البلدان اللي إحنا بنشتغل فيها إنه يكون المدرسة تمشي حسب هالمقاييس والمعايير العالمية، فمن الضروري إنه نكون أول الناس المشاركين في هاي المعايير. نعم، بنسمع في الأردن عن الأمان العام للمؤسسات التربوية المسيحية، فهل في علاقة بين مدارسنا وبين الأمانة، وشو طبيعة العلاقة؟ هلا، أمانة المدارس الكاثوليكية تأسست سنة 1990 بمبادرة من غبطة البطريرك ميشيل صباح، البطريرك اللاتيني في ذلك الوقت، مع أساقفة ومطارن الروم الكاثوليك واللاتين والسريان والأرمن والأرثوذكس. هدفها هو تمثل مدارسنا المسيحية في وزارة التربية والتعليم، وتطوير التعليم حسب الرؤية الوطنية وحسب رؤية الكنيسة. هلأ دورنا نحن كتنخرط مدارسنا تحت مظلة أمانة المدارس الكاثوليكية، والرئيس العام مع مجلسها بعينه راهبة حتى تمثل مدارسنا وتمثل الرهبنة. طبعاً نتقيد بالقوانين اللي بتصدر من أمانة المدارس الكاثوليكية، بالإضافة إلى أنه منشارك في هالفعاليات هاي التي تدعو إلها، وإلنا بتخيل دور فعال ضمن أمانة المدارس الكاثوليكية. نعم، مرات بمدارسنا منشوف راهبة مديرة، ومرات منشوف راهبة معلمة للتعليم المسيحي. هلأ السؤال اللي أكيد بخطر في عقول الناس يعني اللي قريبين من مدارسنا، إنه بناء على شو بتم هذا التقسيم؟ هل بناء على رغبة الراهبة ولا حاجة الرهبنة ومقدرة الراهبة، أو وين توجهها؟ هلأ الراهبة مهما كان المسمى الوظيفي إلها، هي رسولة. نعم، تحمل البشارة خلال سواء بتعلم الدين المسيحي أو مديرة أو معلمة أو أي شيء إلها شغل داخل المدرسة أو بالعمل الرعوي. هلأ في بالرهبنة في تخصصات، كل راهبة بتدرس تتوجه إلى التخصص اللي هي ترغب فيه اللي بتحبه. في حاجات المدارس، يعني نحن لما بنحكي عن 6 مدارس ومدارس كبيرة وفيها أعداد وفيها أقسام، ومفروض يكون في مديرة عامة مع مديرات، فبده يكون في تقل على بين تناسب عدد المدارس وحاجة الرهبة، يعني التخصصات الموجودة وحاجة المدارس. هلأ في دور للرغبة الشخصية للرهبة، بس نظراً لأنه أو في حال تعارض، نفترض هل الرغبة الشخصية للرهبة مع حاجة المدرسة، بتخيل فيه هون دور الطاعة، وفي بده يكون في جانب ليونة من الراهبة تتنازل عن رغبتها الشخصية تتلبي حاجة المدرسة أو الرهبنة حسب الظرف اللي بيفرض حاله. نعم، إذن يعني حسب حاجة الرهبنة وحاجة المدرسة. أيوة، الراهبة تلبي النداء. أيوة. تمام، كيف بتقدر الراهبة توفق بين حياتها الرهبانية وبين وظيفتها الإدارية؟ هل ممكن تلاقي وقت مثلاً للحياة الرسولية داخل المدرسة، خاصة الراهبة المديرة؟ مثل ما قلنا الراهبة هي رسولة. نعم، بغض النظر أنا كنت معلمة دين مسيحي أو معلمة لغة، يمكن أكون معلمة فن أنشطة أو مديرة، هي في رسالة بدها تحملها. هلا يمكن مش راح تحمل هالرسالة بشكل واضح زي الراهبة اللي بتعلم دين وبتسهر على إيمان الطلبة اللي موكولين إليها. نعم، في برنامج دايري لحياة الراهبة، هون مش معنية فقط الراهبة المديرة، لأنه الراهبة المديرة هي تشتغل ضمن جماعة، فلازم نقول كيف تستطيع الجماعة الدايرية المحافظة على
التوازن بين حياتها الدائرية الرهبانية وبين حياتها المهنية، لأن كلنا معنيين بنفس الأمر. في برنامج دائري لكل دير بينظم أوقات الصلاة، أوقات الاختلاء، أيام الرياضات الروحية، أيام العمل، بالإضافة إلى اللقاءات بين الرهبات، لأنه هاي ضروري لقاءات الرهبات اليومية الأسبوعية مع بعضهم البعض. من هذا البرنامج الراهبة بتستمد قوتها حتى إنها تطلع لرسالتها وتشتغل، فضروري تحافظ على التوازن هذا، على مثال مرتا ومريم في الكتاب المقدس، لأن إحنا رهبات رسولات، فهذا التوازن يجب أن نحافظ عليه مهما كانت الضغوطات، مهما كانت الالتزامات، لازم نحافظ، لازم يكون في خط أحمر لحياتنا الروحية والرهبانية ونلبي حاجات الحياة المهنية، لأنه إذا غاب الروع عن مدارسنا بتصفي مدارسنا أي مدارس عادية وبتفقد قيمة الرسالة جويتها داخلها. بالنسبة للإرشاد والإصغاء، الإصغاء للطلبة للمعلمين والهاي والإرشاد، نعم. هلأ من أهم، أو خلينا نقول من إحدى واجبات المديرة كمديرة، اللي هي توجيه الطلبة من الناحية الأكاديمية، خلينا نقول أوكي هذا إشي بدها تلبيه طبيعي بحكم إنه هذا من ضمن التزاماتها، التوجيه الأكاديمي للطلاب، التوجيه السلوكي. إذا بدنا نحكي على التوجيه الروحي للطلاب، فهو عبارة عن، هو من أهم وهو في صلب عملنا الرسولي. نعرف إنه العالم اليوم، الأسرة مفككة، المجتمع مفكك، الطلاب والطالبات ما عم بيلاقوا ناس تصغي لهم، فإذا الراهبة ما أصغت هي خلال عملها لهالطلاب هذا، منكون أهملنا بإحدى محاور عملنا ورسالتنا الروحية. حتى ولو كان في مدارس بتوفر أخصائيين اجتماعيين، بتوفر مرشدين تربويين، لكن هذا لا يعفي لا رهبة معلمة الدين المسيحي ولا المديرة ولا أي راهبة داخل المدرسة من إنها تلبي هالحاجة هاي للطلاب. بالإضافة إلى أنه طبيعة العلاقات الاجتماعية الدراسية والتواصل في المدرسة بين مديرة القسم، المديرة، الراهبة، مع المعلمات، مع الأهل، تفرض عليها أنه حسب المشكلة توجه، تصغي، ترشد حسب الحاجة. إذن دورها الإداري لا يعيق دورها الرهباني وفي التوجيه لا والإرشاد، يعيق ولا يمكننا أن نفصل. نعم. حتى لو ما كان الإرشاد بشكل واضح، أنا هلا عندي حصة إرشاد، أنا هلا عندي ساعة إرشاد، لا ما نعم. فينا نقطع حضور الراهبة، كلمتها الحلوة، ابتسامتها، وقفتها، إصغائها، شعورها الإنساني مع الراهبة، هذا ما فيها تفصله وتقيمه، لا نعم. هذا يكون من ضمن شخصيتها، من ضمن المهام اليومية اللي هي بتمارسها في حياتها اليومية. نعم. سير صوفي، شو تطلعاتك لمدارسنا؟ تطلعات بتخيل يفرضها الواقع. نعم. أولاً بالنسبة للمدارس، بتأمل ونتأمل كلنا نظراً للوضع الراهن، إنه يتم التوجيه على ترسيخ قيم المواطنة، الولاء والانتماء، والبعد عن التعصب والعنف. نعم. يعني لازم نربي طلابنا على الحوار بالسلام، يعني الحوار للسلام، نربيهم أيضا على المعنى الحقيقي لروح الديمقراطية، لروح المسؤولية، الانفتاح واحترام الآخر رغم الاختلاف. نعم. الطموح الثاني الآخر يتعدى المدرسة، اللي هو بطمح باسمي وباسم كل الرهبات، يعني إنه يكون لنا الباع الأكبر في العمل على تثقيف المرأة العربية من ناحية على المستوى الاجتماعي، الثقافي، النفسي، الإنساني، حتى تعي هي شو الدور اللي إلها في المستقبل كأم مربية الأجيال في بناء العائلة والمجتمع. مش لازم ننسى نحن إنه هدفنا الأول في تأسيس الرهبانية هو تثقيف المرأة والنهوض بها، حتى توصل إلى أرقى مرتبة بما يليق بكرامتها الإنسانية. وبتخيل في حياة القديسة مرمري ألفونسين عنا المثل كيف اشتغلت بالاتكال على نعمة الله ومساعدة أمنا مريم العذراء للهدف هذا. وأيضا بحب ألمح إنه في رسالتها الأخيرة الرئيسة العامة ذكرت بشكل شديد على، ذكرتنا بالموضوع هذا وطلبت إنه نكون حريصين على إنه الدور الأول إلنا هو تثقيف الفتاة. عم نثقف الفتاة بالمدرسة، يجب أن نجسر ما بعد المدرسة للوصول إلى المرأة الأم في عائلتها وفي مجتمعها.
نعم. سير صوفي بنشكرك على اللقاء الغني فعلا، ربنا يباركك ويبارك رسالتك. شكرا لك سير كلارا، الله يخليك. على خطى المؤسسة القديسة ماري ألفونسين تعمل الوردية على تحقيق رسالة تربوية وعلمية واجتماعية تغرس المبادئ القويمة في نفوس الطلبة وتنمي فيهم بذور الشخصية المسلحة بالإيمان والعلم والمعرفة، وتعتمد من أجل ذلك أحدث ما توصلت إليه البحوث والتجارب التربوية والعلمية من أساليب حديثة في التدريس ورؤى واضحة المعالم لتحصين الطلبة وتقوية شخصيتهم، تدربهم على التفكير والتمحيص والاستنباط، وتحرص الوردية على مشاركة معلماتها ومعلميها باللقاءات الدورية وورشات العمل والدورات الداخلية والخارجية التي تنظم من قبل المدرسة أو وزارة التربية والتعليم والأمانة العامة. هدفها تنشئة جيل مؤمن ومؤتمن قادر على مواكبة ما يستجد في عالم اليوم، لتجعل من طلبتها كما العهد عناصر فاعلة بناءة في مجتمع تسهم في إعلاء شأنه وازدهاره، لأنها تؤمن أنهم رجال الغد ووعد المستقبل وأمل الأمة وحاملو شعلتها ورافعو رايتها عالية خفاقة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نستودعكم سلام المسيح وإلى اللقاء. أنت